السلام عليكم ورحمه الله اخواتي وحبايبي كل متابعيني على اليوتيوب. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من قناه تربيه الارانب والطيور مع ابو نرمين. حلقه النهارده يا شباب بتتكلم عن الارنب البابيون العملاق والارنب الفلندر العملاق في دوله المغرب. فمن فضلك كمل الفيديو معانا للاخر علشان تستفيد وتعرف الارانب العملاقه الارنب البابيون العملاق والتعامل معاه ازاي. فيديو جميل جدا، هدية من اخويا رضا من دولة المغرب. عاملين يا جماعة فيديو جميل جدا يا شباب بانواع الارانب البابيون العملاقة والفلندر العملاقة والفطام او الخلفات الصغيرة بتاعت يا جماعة الارانب العملاقة ده يا شباب. فما تستعجلش كمل الفيديو، فيه حاجات كتير جدا هتعجبك قوي. هتتفرج على انواع الارانب العملاقة، الارنب معنى صح الارنب البيور يا شباب، او خلفات الارانب البيور. فمن فضلك كمل الفيديو معانا الاخر، يلا بسرعة استنونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شوف، تحية خاصة لجميع مشاهدين قناة تربية الارانب مع ابو نرمين. شكرا اخي ابو نرمين على الاستضافة في القناة، ونتمنى من المشاهدين يستفيدوا من هذه الحلقة لي ان شاء الله غادي نهضروا فيها على سلاله البابيون العملاق او الفراشه العملاقه اللي غنشوفوا بعض الالوان منها. كي ما عنديش اخي الكريم جميع الالوان حاليا، تقريبا الالوان ديالهم كي عشرات تقريبا او 11 لون في سلاله البابيون العملاق اللي ما معروفينش. نحاولوا نوريو بعد منهم. كيف كتشوف اخي كاين البيض والاكحل اللي معروف، وكاين الاسود كامل، كاين الازرق، كاين الابيض والازرق، وكاين الاصفر ابيض والاصفر، وكاين المدغشقر. ما كاينش دابا بيض البيض في المدغشقر. وهاد الالوان اخي ديال فلندر، هادو اللي كيتعتبروا كاملين سلاله الفلندر اخي، اللي في لون واحد. هادو الا بغيت تخرج سلاله الفلندر من سلاله البابيون العملاق، يعني خاصك تلقاح جميع انثى لون واحد مع ذكر لون واحد او نفس اللون. هكا ممكن تنتج سلاله الفلندر من سلاله البابيون العملاق. هذه اول المعلومات اخي اللي تقدر يفيدوا بها الناس اللي عندهم سلاله البابيون العملاق، يعني الا بغى يخرج سلاله الفلندر من هذه السلاله، يعني انه ينتج يعني يلقح الاناث بلون واحد من الذكور اللي بلون واحد. هكا يبقى غادي في خط انتاج ديال سلاله الفلندر. ومن بين الاشياء اللي خص الانسان يعرف على سلاله البابيون العملاق اخي، ان الكميه ديال العلف تقريبا ضعف ديال كميه العلف اللي كتعطى الاناث المتوسطه الحجم، مثل سلاله نيوزيلندي او شانشيلا، سلاله نيوزيلندي او شانشيلا او ما شابه. يعني تقريبا اخي 250 غرام حتى 300 غرام في اليوم ديال العلف، ومعها 100 غرام حتى 150 غرام ديال البرسيم الجاف كيف تقولوا له، او الفصه اليابسه. وان شاء الله في اخر ديال الفيديو غنشوفوا جميع الالوان والاشكال ديال سلاله البابيون العملاق بالاسماء ديالهم. ونتمنوا من الناس انهم يستافدوا ويحاولوا يتعاونوا باش ينتجوا ويكثروا من هذه السلاله اللي هي اصلا ما كايناش في البلدان العربيه بزاف، قليل بعض الدول العربيه اللي كاينه فيها مثل الجزائر، تونس، ليبيا، لبنان، فلسطين،
يعني في دول قليلة اللي كاينة، وحتى في العالم كامل ما كايناش في جميع الدول، يعني في أكثرية في فرنسا وبلجيكا في وسط أوروبا. هذا الشيء علاش خاصنا أخي الكريم نتعاون إن شاء الله باش نكثروا من هذه السلالة ونستافدوا منها جميعا أخي. وشكرا لكم خوتي، نتمنى وتكملوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا جميع الاسماء والاشكال والالوان ديال هاد السلالة. ما تنساوش اللايك والبارتاج والتعليقات ديالكم، يجعل اي سؤال حول هاد السلالة ان شاء الله باش نقدروا نديروا فيديو قادم نتكلموا فيه على جميع الاسئلة ديال المشاهدين ان شاء الله. ومرحبا بكم في القناة ديالي اللي غتلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف عند أخ أبو نرمين. وشكرا لكم ومرحبا بكم. وزي ما شفتوا يا جماعه كده، شفت الفيديو معانا بتاع اخويا رضا من دوله الملك. انا يا جماعه البابيون العملاق او البابيون البيور والفلندر، انا بقول يا جماعه حاجات محترمه جدا، وطبعا تحت امر الجميع. كورسات من هنا يا جماعه النهارده يعتبر في اخر شهر 7، دخلنا شهر 8 شباب كورسون طيبين، ابتدى خلاص الموسم الجديد على الابواب. طبعا مع ارتفاع سعر اللحمه يا جماعه، اللحمه النهارده وصل ل 38، وصل 40 جنيه النهارده يا جماعه. فياريت اللي عنده لحم يفضل يحافظ عليه، اللحمه يوصل ل 50 و60 جنيه يا جماعه. الايام اللي جايه ان شاء الله هيوصل الكيلو 50 جنيه و55 جنيه ان شاء الله، فما تستعجلش. وطبعا اي حد يا جماعه محتاج ارم سلالات، بفضل الله متوفر عندنا يا جماعه انواع السلالات. العلب بتاعنا متوفر، عنواننا يا جماعه مركز شربين الدقهليه، تحت امر الجميع. اي حد يا جماعه محتاج مننا كل مستلزمات الارانب، البطاريات، السلكات بتاعه الحمام، سلكات الفراخ البيضه، سلكات الفراخ البياض، اقفاص عصافير الزينه، المشمع، فرشه العرقوب، فرشه البيت الولاده، النبل، الكوع، الطبه، الجلده، الخرطوم، كل يا جماعه المستوسد، كل المستلزمات يا جماعه بتاعه الارانب وبتاعه عصافير الزينه وبتاعه الحمام وبتاعه الدواجن متوفره عندنا يا جماعه في المحل باذن الله. وعندنا في المزرعه يا جماعه متوفر عندنا السلالات بكل انواعها، تمام. واحنا تحت امر الجميع، اهم شيء عندنا انك تنجح، انت تشتغل صح، عندنا الرعايه كامله يا جماعه، عندنا التحصينات ان شاء الله تحت امر الجميع، عندنا الاشراف. لو انت عايز تنشئ مزرعه كامله نقدر نوفر لك الاشراف على المزرعه، هنوفر لك كمان ان انت تبيع الارنب اللحم بتاعتك، هتاخد العلب بتاعنا، هتاخد ارنب، هتاخد السلكات من عندنا، هنوفر لك الاشراف، هنوفر لك ان شاء الله العلب، هنوفر لك بيع اللحم، هنساعدك في حاجات كتير جدا جدا جدا. كل هدفنا يا جماعه ان انت تنجح وتشتغل وربنا يكرمك. وطبعا مش عايز اطول عليكم برضه عشان خاطر مش ان ايه فيديوهات طويله يا ابو نرمين، والفيديو تلخص كله في 4 5 دقائق. انا يعني بزعل جدا لما الاقي واحد يقول لي ايه الفيديو 10 دقائق، ما ممكن يتلخص كله في 5 دقائق. طب انا ربحي من اليوتيوب يا جماعه من الفيديو اللي يكون 10 دقائق. انت كل هدفك كمتابع انك تاخد المعلومه بس، انت عايز تستفيد وانا صاحب القناه ما استفدتش. فزي ما انت عايز تستفيد برضه انا عايز استفيد، فلازم نحب الخير لبعض عشان خاطر زي ما انت تحبني الخير انا احب لك الخير. وطبعا يا جماعه انا بشكر الناس اللي كانوا معانا لحد الاخر. بدعوكم تدخلوا على قناه اخويا رضا، القناه هتلاقيها برضه في الوصف تحت في الديسكريبشن اسفل الفيديو، في وصف الفيديو، عشان خاطر تخشوا تشتركوا عنده، تشوفوا عنده الارانب البابيون العملاق والارانب الفلندر العملاق، تشوفوا عنده نظام الشغل عندك هنا في المغرب. طبعا لو انت بقى اول مره تشوف القناه ما تنساش انزل تشترك عندنا في القناه وفعل زر الجرس. اشكركم لحسن المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.